الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. فسل أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم، من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم، من ابن حنبل فينا وابن تيمية، بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العذب يا خير الورى طرفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. أيها الإخوة الأكارم، يطيب لي في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذه الجمعة الغراء أن أحدثكم في خطبة بعنوان مرحبا شهر الصيام. مرحبا شهر الصيام. أقول أيها الأفاضل، إن في مرور الأيام والأعوام لعبرا، وفي انقضاء السنوات والأعمار لمزدجرا ومدكرا. تمر الأيام وما أسرعها، وتمر الشهور وما أعجلها، ويطل علينا من جديد شهر رمضان. يطل علينا شهر رمضان المبارك بأنواره المتلألئة وبركاته العارمة وبأحكامه السامية. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لمشقة وتصبر، فأجور من صبروا بغير حساب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم، سعدوا بخير كرامة وجناب. فالله الله في شهر القرآن، الله الله في شهر الصيام والقيام، الله الله في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم الشهر الفضيل. أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر، ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر. شهر التراويح يا بشرى بطلعته، فالكون في طرب قد طاع بالنشر. كم راكع بخشوع للإله، وكم من ساجد ودموع العين كالنهر. فاستقبلوا شهركم يا قوم، واستبقوا إلى السعادة والخيرات للوزر. أحيوا لياليه بالأذكار واغتنموا، فليلة القدر خير فيه من دهر. فيه تنزل ملائكة السماء إلى فجر النهار، وذلك فرصة العمر. أيها الأكارم، شهر رمضان هو تاج الشهور كلها. شهر رمضان هو غرة متلألئة في جبين الدهر. شهر رمضان هو منحة ربانية لأمة خير البرية صلى الله عليه وسلم، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين والجان. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رمضان فرصة ذهبية لفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. رمضان فرصة لا يحرم خيرها إلا محروم. رمضان يا خير الشهور تحية، تطفي عليك من الجلال جلالا. خذها يفوح عبيرها من مؤمن، يبغي لك التعظيم والإجلال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأكارم، إن في بلوغ شهر رمضان في حد ذاته رحمة مهداة ونعمة مزداة، والسعيد من بلغه الله عز وجل إياه وأعانه فيه على صيامه وقيامه، ثم بلغه قبول أعماله. كم من أحباب كانوا معنا في العام الماضي غيبهم الموت ونسيهم القريب والبعيد،
لسان حالهم الآن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال المعلى بن الفضل رضي الله عنه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا انقضى شهر رمضان ظلوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل أعمالهم في رمضان. كان من دعائهم كما يقول يحيى بن كثير رضي الله عنه: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. لذلك من السنة النبوية عندما ترى هلال رمضان أن تدعو بهذا الدعاء، تقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورجد، هلال خير ورجد. وخير استقبال لشهر رمضان من الآن أن تكون لك نية معقودة بأنك ستصوم الشهر الفضيل وتستعين بالله عز وجل فيه على العمل الصالح من صيام وقيام وصدقة وقراءة قرآن. قال العلماء: ما من مسلم عزم العزم على فعل الخير ثم حال بينه وبين ذلك حائل إلا بلغه الله الأجر كاملا، والأحاديث في ذلك متواترة، والاستشهاد على ذلك جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو خرج مهاجرا ولم يصل إلى دار هجرته، وقع عليه الموت، الله عز وجل من تمام رحمته كتب له الأجر كاملا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، انظر إلى كرم المولى عز وجل، قال: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي تحفظونه جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يوصي ابنه ويقول: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وقال العلماء: أبخل الناس من يبخل على نفسه بنية عمل صالح، أبخل الناس من يبخل على نفسه بنية عمل صالح. وقال العلماء: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاسق خير من شر من عمله. لذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، هذه الغزوة الشديدة كانت تسمى بغزوة العسرة، ماذا قال النبي للصحابة؟ قطعوا آلاف الأميال، شققت أقدامهم في شدة الحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولا عجيبا، قال لهم: إن في المدينة لأقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر والذكر. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: حبسهم العذر. شوف الكلام: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: حبسهم العذر. كانت نيتهم معقودة على الخروج ولكن حبسهم العذر. فاستنبط العلماء من هنا قاعدة تقول: المعذور مأجور، المعذور مأجور، ولكن يشترط أن يكون لك نية صالحة. إذن الوصية الأولى أيها المباركون في استقبال شهر رمضان أن تعقد النية الصالحة على العبادة لله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل المبارك. الوصية الثانية: سلامة الصدور، سلامة الصدور، وأدندن عليها كثيرا. ابدأ صفحة جديدة مع عباد الله عز وجل، سامح من ظلمك ليس لأجلهم ولكن لأجل الله عز وجل ولأجل نفسك. الله عز وجل يحب المحسنين، صل من قطعك لوجه الله عز وجل، واعف عمن أساء إليك ليس من أجلهم ولكن لأن الله عز وجل يحب المحسنين، لعل الله عز وجل أن ينظر إليك بنظرة عفو ورضا. ومن نظر الله عز وجل إليه لا يعذبه أبدا، من نظر الله عز وجل إليه لا يعذبه أبدا. إذا كنت تستاء أنه قد أساء إليك فأنت تسيء في حق الله،
كم من ذنوب فعلتها والله عز وجل يسترها لك. لو عاملك الله عز وجل كما تعامل عباد الله عز وجل لألقاك في جهنم ولا يبالي. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال النبي: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كن خير الرجلين وابدأ. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا لن ينتقص من كرامتك، هذا لن ينتقص من عزتك. قال أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا كلام أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم. والله ستزداد مرتبتك إذا عفوت عمن ظلمك أو أساء إليه. لذلك لما سئل سيدنا عبد الله بن مسعود: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ قال كلاما عجيبا، قال: ما كان يجرؤ أحد منا أن يستقبل هلال رمضان وفي صدره غل أو حقد لأخيه المسلم. ما كان أحد يجرؤ أن يستقبل شهر رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم. هذه هي الوصية الثانية: سلامة الصدور. الوصية الثالثة: أن نتعلم أحكام الصيام. تعلم أحكام الصيام فرض عين على كل من وجب عليه الصيام. هذه قاعدة عند العلماء. إذا صمت لله عز وجل كيف تصوم وأنت لا تعلم أحكام الصيام؟ فرض عين عليك أن تتعلم أحكام الصيام. سيدنا عمر بن الخطاب يقول في شأن التجارة: من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. الإنسان لو تاجر لابد عليه فرض عين أن يتعلم فقه التجارة والبيع حتى لا يغش المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: من دخل السوق هيبقى تاجر هو ولا يعلم فقه التجارة، قال أكل الربا شاء أم أبى. وعلى القياس من دخل عليه رمضان لابد أن يكون عالما بأحكام الصيام. كم من أناس أفطروا في رمضان بجهلهم وأسموا على ذلك، لأنه فرض عين على كل مسلم، ما لا يسع المسلم جهله. لابد أن تعلم هذه الأحكام. كم من أناس أفطروا بغير علم وسيحاسبهم الله عز وجل في الآخرة. يبقى هذه هي الوصية. من العجيب أيها الإخوة الأكارم أننا في بيوتاتنا شهر رمضان له ميزانية خاصة، آلاف الجنيهات تصرف على الأكل والطعام والشراب، كأن شهر العبادة خصص للأكل والطعام. ولا يجرؤ أحدنا على شراء كتيب أو كتاب يتفقه فيه بأحكام الله عز وجل. ومن بركات الله عز وجل على هذا الجيل أن جعل لنا الإنترنت، تستطيع أن تسأل في أي مسألة بذرة، يعني بضغطة زر واحد تستطيع أن تسرد جميع الأدلة أو تجد من يجيبك. فلا تبخل على نفسك، إذا شككت في أمر فاسأل أهل الذكر، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سيدنا الإمام علي يقول: لا خير في عبادة لا فقه فيها. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول: تفقهوا قبل أن تحجوا، تفقهوا قبل أن تحجوا، وعلى القياس تفقهوا قبل أن تصوموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، فلو أن قلم الحياة من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، ولو أن ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. يكفيه لقي الله في السماوات العلى وأنه بحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره ولكن نور محمد أبدا لن يخسفا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأفاضل، أقول الوصية الرابعة وأختم بها في استقبال شهر رمضان: التوبة النصوح. شهر رمضان هو شهر التوبة، شهر رمضان هو شهر الرحمة، شهر رمضان هو شهر الصلح مع الله عز وجل. فيا من جاذبتك أشواك المعاصي قبل رمضان، ها قد جاء وقت الصلح مع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. مهما عظم ذنبك فهو شيء،
ورحمة الله وسعت كل شيء. مهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فيا من دامت خسارته ها قد جاء شهر الربح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. من لم يتب في رمضان فمتى سيتوب؟ ومن لم يربح في رمضان فمتى سيربح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له. ليه؟ لأن ربنا فتح أبواب الرحمات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية. الرواية الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية ثالثة تقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول ختاما أيها المباركون، إن شهر رمضان وعلاقته بالأشهر بأسرها كعلاقة يوسف بإخوته. إن شهر رمضان له 11 شهرا من الإخوة، كما كان ليوسف 11 أخا. وإن الله عز وجل في باقي الأشهر الناس يسيئون إلى الله عز وجل، فإذا جاء شهر رمضان استغفروا الله عز وجل. فعسى الله عز وجل إذا جاء إليك شهر رمضان أن يقابلك بمقابلة يوسف عليه السلام لإخوته عندما أساءوا إليه، فيقول الله عز وجل لك: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإني داع فأمنوا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، واجعله عام خير وسعادة وبركة على أمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين، واجعلنا فيه من القائمين، ونبهنا فيه عن غفلة الغافلين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، ومن شرار خلقك سلمنا، وإلى غيرك يا مولانا لا تكلنا. اللهم افتح علينا في هذا الشهر فتوح العارفين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا سيدي عبرة وآية. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، وانصر إخواننا المرابطين في فلسطين. اللهم ادفع عنهم العوادي، واحفظهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين، واغفر لنا تخاذلنا عن نصرتهم. آمين آمين، وصلى الله على النبي الأمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.